طيب في اختبار معين مثلا بيتعمل عشان الطفل، يعني نقدر ايه الاختبار؟ يعني ممكن مثلا الام تعمل في البيت اختبار معين، ولا لازم تيجي مثلا تروح للدكتور؟ لا يعني هقول لحضرتك حاجه، الام مثلا لما اول ما بتشك بتبتدي تبقى طبعا بتبقى محتاجه انها تطمن. اول ما بيجي لي طفل ما بيتكلمش، اول حاجه لازم ابتدي اشوف هو فعلا بيسمع ولا لا، فلازم يعمل اختبارات السمع. اتنين، لازم اشوف ادراكه، هو الطفل ده قدرته الادراكيه زي عمره طبيعي ولا متاخر شويه، يعني ما هو ما بيردش عشان هو ما عندوش ادراكه، مش قادر يفهم السؤال بتاعي، مش قادر يفهم الاوامر بتاعتي، ولا لا هو فهم. فلازم اعمل اختبار ذكاء. واختبارات الذكاء انواع كتير جدا، يعني حتى الطفل اللي عنده ضعف سمعي له اختبارات ذكاء معينه تقدر تقيس فيه القدرات العقليه بتاعته، مش كلها زي بعض. تالت حاجة، لازم أسمع كويس قوي البيئة اللي الطفل محطوط فيها. يعني لو طفل ما عندوش أخوات في بيئة مغلقة، محدش بيكلمه كتير، طول النهار قاعد قدام التلفزيون، ما بيروحش حضانة، دي مش بيئة الطفل تساعد الطفل على اكتساب لغة. صح. عكس طفل تاني أخواته، عنده 3 4 أخوات، بيروح حضانة، مامته بتكلمه كتير جدا، فبالتالي هو هنا في بيئة تساعده على اكتساب اللغة. يعني حضرتك تقصدي لو الطفل مثلا هو يعني مولود ما عندوش اي حاجه، وهو مثلا قاعد لوحده يعني عدد سنين معين، حضرتك تقصدي ممكن يجي له مثلا طبعا، تخاطر، وهو ده امراض اللي احنا التخاطر؟ بنقول، ايوه هي دي اللي احنا بنقول بيها الاسباب البيئيه، في بيئه بتساعد الطفل انه يقدر يكتسب اللغه. يعني لو الطفل مثلا متواجد في حضانه مثلا للتنميه اللغويه او الكلام ده، ده تقدر ان هي تساعده ان هو يتفادى مثلا مشكله التخاطر؟ طبعا، وساعات كتير جدا لما بيجي لنا اطفال صغيره، قبل ما بنستعجل في قرار ان هي تاخد الجلسات التخاطب، بالعكس بنديها زي ايه، وعي بيئي للاب والام ازاي يتعاملوا معاه في البيت، وفي نفس الوقت بننصح بدخول الحضانه مبكرا، لان الحضانه زي حياه اجتماعيه الطفل بيقدر يتواصل فيها مع اطفال في نفس العمر الزمني بتاعه، وفي نفس الوقت بيكتسب الخبره بتاعته. يعني زي ما بنقول ايه، حاجه مصغره من المجتمع، فبيقدر يتفاعل فيها. اي طيب، في دلوقتي يا دكتور يعني اهالي كتير بيكونوا سبب ان هم يكبروا المشكله اللي عند الطفل، مشكله التخاطب. يعني انا مش هقول انهم بيكبروا، هم بيتعاملوا مع المشكله بطريقه مش صحيحه، فغصب عنهم هو فاكر كده انه بيحفز الطفل. بمعنى ايه؟ اتكلم كويس، قول الجملة على طول، قول ورايا، أنا مش هديك المية غير لما تقول مية، فهو فاكر إن هو بيحفزه. ولكن للأسف ساعات إحنا بدون ما بنقصد هو بيبقى رد فعله عكسي، أنا مش قادر أقول، فبالتالي الطفل بيمتنع عن التواصل لأنه أدرك إن أنا ما عنديش القدرة إن أنا أقول اللي حضرتك عايزه، فبالتالي الطفل بيسكت. فهو الأب والأم ساعات بيتعاملوا مع المشكلة بطريقة خاطئة، هو مش قصده ان هو يقسى عليه، هو فاكر انه بيحفزه. وساعات برضو بيصغره، بيحاول يصغر من المشكله اللي عنده، يقول ده ما عندوش ما حاجه، ده عندوش كل حاجه. العيال كده. ايوه، هي الكلمه دي بتتقال كتير يعني جدا، بس هي اكتر كمان من دايما الجد والجده، يعني دايما يقول لك ايه، لا ده بكره هيتكلم، ده مش عارفه ايه كده. لا، انا مش ضد المبدا ده، ولكن امتى؟ لما اتاكد ان الطفل بتاعي سليم، ما عندوش حاجه تعيقه من ان هو يكتسب اللغه، ساعتها نقول مثلا، لان فعلا في عائلات كتير جدا الكلام بيحصل فيهم ان هم بيتاخروا شويه، تلاقي الاب والام قالوا لك ايه، احنا اتاخرنا، اخوك كبير اتاخر في الكلام بعد كده كويس. فالاول اتاكد ان طفلي لا يعاني من اي شيء يمنعه ان هو يكتسب اللغه. اما انا ما اقدرش ان دي تبقى البدايه عندي. طيب.